السائلة لام ميم تقول: ولدت امرأة طفلا وبعد أيام قليلة توفي ذلك الطفل، فتقول: هل يجوز لي أن أخرج من صدري ذلك الحليب وأسكبه في مغاسل أو نحوها لأني ليس عندي من يشربه؟ ثم هل إذا أعطيته طفلا ليس لي ليشربه في قارورة الحليب يكون ابنا لي من الرضاع؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الحليب يضايقها فلها أن تخرجه، فإن كان هناك من يحتاج إليه من الأطفال فإنها تسقيه إياه ويكون ابنا لها من الرضاع. إذا شرب من لبنها 5 مصات فأكثر إنه يكون ابنا لها، سواء امتصه من الثدي أو شربه من الرضاعة أو الكوب أو غير ذلك، يكون ابنا لها من الرضاعة. وإذا لم تجد من يحتاج إليه فلا بأس أن تسكبه. نعم، يشترط موضع معين، كان يكون موضعا غير مهان. نعم، تضعه في مكان طاهر، تضعه في مكان طاهر. نعم.